فما مرة دخلت الكلاس نسيت ريزومي تاع قصة والطفلة اللي بجنبي تقرب للبروف زادا نسيت ريزومي بالصدفة معني حسيت قلت لي شليتي مني ريزومي قلت لها مادام قلت له ما لندي قلت لك تو غدوة احنا اليوم غدي قلت لها تو غدوة نجيبها لك لي ما قلتليش وقالت لي تعرف تو اون بيت Comment? Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de me dire que je suis une bête? Qu'est-ce que si j'ai le droit? Et qu'est-ce que vous qui vous a donné ce droit, mané? Qu'est-ce que ta gueule idiote? Mais le midam, je suis bizarre. Qu'est-ce que tu vois la porte? Qu'est-ce que oui? Et tu sors. Les gens me disent là, madame, c'est le résumé. Les tocrabella. Fais ce que tu veux, ma chérie. Je suis ma chérie. Mais il reste. Alors, monsieur le surveillant général. ويحكي مع امراه قلت له مشي راهو يا اخي احنا جايين هنا باش نقرا ولا شبيك هالصبيح باش نحكي معاك بس صارت لي حكايتها بيبي خصني في البيرو باش نحكي توا قلت جيت البروف قالت شبيك تعملوا هكا قلت له ما كلمنيش بيك انت ما قلت له مشي راهو سي تان بولي ما ادري شنو كيفاش تقول ان بولي على بروف راهي هي قالت لي بيت كيفاش تقول ان بولي انا قلت تربيه وقلت تحت قلت ساعة انت بديت ما تقوليش قلت تربيه انا ما انا عندي حاجه من الكلام الخايب حتى حد يسيبني معي حتى يسيبني بشويه نشعر فيه حسي لو دي قال لي ندري شنو لازم نتقابل البروف بالك شي عنده مشاكل في الدار هي مشاكل في الدار يجي يصبها في راسي انا يتنرفز معني حسي تغششت والكل قلت له توا عندي دوفار هاي كتبوا لي بيه وكالفاز ام فيه خلينا ندخل نقرا هبطت البروف هزا في ديها رابور باش طردني انا بجمعه والله سوبوزون هي اللي تطارد انا حقيقه ما حكيتش معاها ومنهارتها ملي ندخل لا نتكلم حتى كنا دخلنا ما نتكلمش معاها في الكلاس جي تسالني جواب على قدر السؤال حتى كان عندي فلوس ما نقدرش خليها لروحي ومنهارتها كرهتني فرنسي اوكي بوان اولا يزمن نعرف باش نتعامل مع التلامذة راهو التلامذة نو سون با فوز انمي يا بروفيت يا جماعة سيستيم ايديوكاتيف راهو التلامذة عباد تحب تجي باش تقرا باش تعمل دي غولاسيون محلاه مع بروفيتهم دونك اغيتي لي تريتي كوم فوز انمي الحاجة الثانية ما عادش تعاقبوا التلامذة بانذار واستدعاء ولي وطرد وكذر بلاصة في البريمير على خاطر ماهوش نافع الجملة دونك تحب تعاقب تلميذ ميساج عاقبه ويعمل حاجة باهية لبلادو علمو يخدم أكثر خاطر هذاك زايد الحاجة الثالثة سيستيم ايديوكاتيف الكونتوني نتاعو راهو سي ترو شارجي وزيد واصلا نقرا في حاجات ميم با نستعملوهم ميم با يجيونا عليهم دونك نقرا حاجات بلوز اوتيل سيسخا ميو ها سي تو انا المشكله باش نحكي عليها فيما يخص التعليم مش باش نحكي على السيستيم ادوكاتيف على خاطره فريمون لازم يتصلح برشا 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 باش نحكي على الوقت باش نحكي على لي زامبلوا دو طون خاطر لي زامبلوا دو طون اللي يعطيو فيهم التلامذه ولا التلامذه سورتو فريمون ياسر خايبين وبالنسبه لي انا مشكله كبيره معناها تخيل انت معناها تلميذ في الليسي يقرا نقولوا نحنا 8 نص النهار بعديك عنده بعديك عنده بعديك من الساعه 5 معناها سورشارج معناها ما عادش يروح للدار ما عادش ينجم حد يعمل حد شيء وانا حاجه باهيه في الليسي انه اخر ساعه هي 5 فهمت اللي هي بالنسبه لي انا مخر برشا في الليسي اخرين يروحوا 6 و6 و4 وما نعرفش وقتاش انا معناها فريمون هذه مشكله كبيره ياسر باهي كي ما فماش سورشارج فما دي زور دو كروس دي زور دو كروس كيفاش معناها تلميذ يقرا ما نعرفش انا 4 سوايع الصباح بعديك يقرا 3 سوايع باش يقرا ساعه في العشيه من 4 لل 5 معناها يحرق بها نهار كامل ما عنده ما يعمل وما ينجمش يروح للدار على خاطر نعرفوا اللي التلامذة تسكن بعض وترونسبور ومشكلة معناها ما ينجمش يروح للدار ويرجع دونك نهار الكل يعديه لبرا
يعديه نجم يعديه في الليسي كما نجم يعديه البرة من الليسي ونعرف نحن بلين بعد كده اللي معناها عندها ديزور دو كروز وتعدي سورتو معناها جماعة الكوليجي اللي معناها الكوليجيان يعديه وقتهم البرة فريمون طوالي مشكلة معناها انا راه انه لازم الامبلوا دو طون يتصلح وما يلزمش معناها كل بروف يقول لك اللي انا اعطيوني سوايع على الصباح اعطيوني سوايع على العشية خاطر بعد كده تحكي راس التلميذ راس التلميذ في التلميذ معناها التلميذ من بعد كده ويقعد وقته هكاك معناها ديزور ديسبيرسي ونهار وضايع دونك هذه مشكله كبيره وان شاء الله معناها يدرسوا لي زامبلوا دو طون مش كيما في ليسي حتى وكان باش يصلحوه ونحن نبداو اكسيتي باش يجيبوا لنا امبلوا دو طون جديد يجيبوا لنا نفس الورقه مطبوعه فلا ميرسي والله انا نشوف اللي البروفيت قبل ما يدخل يقاري في ليسي والا في كوليج والا حتى في فاكولتي لازم يعملوهم ان تيست بسيكولوجيك باش ما يسيبوش العقد نتاعهم في التلميذ بطبيعه مانيش باش نعمم خاطر مش البروفيت الكل هكاك اما حاجه ضروريه خاطر التلميذ اللي يعديه مع البروف اكثر من اللي يعديه في دارهم دونك هو باش يكون اون كونتاكت مع البروف اكثر دونك باش نصلحوا العلاقه ما بين التلميذ والبروف لازم الزوز ينحيوا العقد نتاعهم نبداو بالبروف اللي هو المثيل بون بالنسبه ليا انا 3 بوين اسونسييل باش تصلح التعليم اول حاجه يلزم فما تحسيس نمشيو على الكوتي مورال اكثر معناها يلزم التلاميذ يكونوا واعيين اللي فما تعليم وفما مستقبل يلزم هما اللي يبداو يبنيوه ثاني حاجه البروفيت هما عندهم دخل كبير هما خاطر احنا نعدي وقتنا مع البروفيت اكثر من مع دارنا مع تبخيس دونك يلزم البروفيت هما اللي يحسونا قيمة المؤسسة مش لازم البروف ديما يحب روحه هو المسيطر يعمل مشاكل واخرج عليا وكل بس ليه بالعكس امشي معاه معناتها بطريقة تخليه يفهمك تخليه يستوعب وثالث حاجة لازم في الدارس ده في العائلة في العائلة لازم يعطيو معناها حاجة كبيرة يعني يحسوا أولادهم معناها اللي فما فريمون معناتها لازم يتحملوا المسؤولية من توا بالنسبة لينا ذاك هو لازم ثلاثة يتحملوا المسؤولية دنيا باش نجمو نصلحو المنظومة التربوية نتاعنا فما 3 بوان اسونسييل هو فما برشا بون اما 3 بوان نقولو اسونسييل بما فيهم البروغرام البروغرام في تونس البروغرام تاع لي ماتيير الكل تري شارجي وماهوش بيان ستركتوري تلقى روحك تقرا في حكايه ومن بعد العام اللي بعده تعاود تقرا فيها وانا نجم نحكي لك مثال على لافورماتيك فو اللي هي الماتيير نتاعي نلقاو نقراو بروميير اني بلوتو في 9ييم و 7ييم 8ييم 9ييم بون كوبور بروميير اني ما تقراش انفورماتيك بكل ومن بعد ترجع في الدوزيام اني معناها حاجات انورمال في البروغرام داكور ثاني حاجه الفولونتي الفولونتي راهي سوا من الاداره الاداره يعني نقصد وزاره ويتو فولونتي من الاساتذه ومن التلاميذ باسكو سويفون ليكسبيريونس نتاعي انا جي سي دو شونجي كلكو شوز في الكلاس هكايا وقيت حكيت مع النوسيون دو كور انفيرسي وي جا حبيت نجربها في الكلاس اي با ما مشيتش علاش خاطر هي الكور انفيرسي اسمك تبدا بفيديو معناها يقراو يشوفوها التلاميذ وحدهم ومن بعد القسم انفيرسي معناها في عود تبدا انت تقري لا يقرا ويجي انت تدو باز على الحكايه هذيك ما مشيتش اغلبيه التلاميذ ما شافوهاش مالغري الناس الكل عندهم الانترنت والناس الكل تخدم بالانترنت يظهر لي ثالثيم بوان الثقافه على خاطر كان الركس وكان اقرا 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 باش نلقاو تلميذ بوغي دانفورماسيون وما تصلح حتى شيء معناها صدقني برا جيب واحد وميتريز ودرا شنيا ومتلقى عنده حتى شيء على خاطر الثقافه هي الباس كان نثقفوا شعبنا تو نلقاو فريمون باز نبنيو عليها اي سي تو ميرسي لازم
معناتها التلميذ يتفاهم مع الاستاذ يولي معناتها بينه يتوب كونتاكت معناتها ويحاولوا معناتها ياخذوا غلطتهم بيناتهم باش يوليوا معناتها في علاقه باهيه معناتها بين بعض. ثاني حاجه لازم معناتها ينقصوا كل نقول لهم معناتها باش نقرا لكم كامل يوتيوب معناتها لازم تقرا عندي يوتيوب باش نلهي بكم بنوتات وكل الجو هذاك معناتها. ثالث حاجه معناتها لازم البروف زاد يفهم التلميذ باكش عنده مشاكل معناتها مع عائلته ولا حكايه ولا لازم معناتها يسال ويقعد معاه يحكي معاه شوي. بص صعيبه شوي خاطر برشا تلاميذ 40 عام ما يمش معناتها كاو. انا مش نحكي على الليسي بو انت ويقرا فاكولتي سنين كامل، اما مشكله الماتيغ اوبسيونيل اللي يحطوهم نورمالمون ماتيغ اوبسيونيل يحبك باش تحب تعمل لونغ تعمل اللي يحب يعمل ميوزيك يعمل مسرح. ما تلقى في برشا مثلا ليسييز تلقى كان ايطاليان المون، ما تلقاش فما ليسي فيهم شنوا فيهم دي لونغ اسبانيول فيهم، وتلقى مثلا اللي يحب ديسان يلقى. انا باش نحكي لكم مشكلتي مع انا عملت اوبسيون ميوزيك قريت 3 سنين كونسيرفاتوار سي بون مريقلة عملت الباك قصيد خاطر بشارج متاع ليزيتود وكل شيء ما نجمش نوفق في الوقت متاعي. البروف اللي قاري فيه كونسيرفاتوار هو بيدو جيني بروف تاع لوبسيون بحكم اللي انا قصيت ما عادش نقرا عنده في الكونسيرفاتوار شي عمل بيسكو انا ما نجمش نقصني في النوت متاع الكري خاطر بالباغي يجيش يعمل لك ينقصك في اللغه يقول لك لي قريت الاملة بالغلط ولا قريت الدكتي بالغلط ولا كتبتها بالغلط. وهي شنية مشكلته على خاطرك انت قصيت من عنده ما عادش تقرا عنده في الكونسيرفاتوار. دونك فما المشكله هذه فما بروفيت تبدا تقرا عندهم ايتود ديما تجي انت ما تنجمش توفق في الوقت تخرج من عنده كيف يحطك في مخه يقول لك لي انت خرجت من عندي لي لازمني نمقصك. لازم نوعيهم بروفيت مش كل مثلا تلقى مسكين ايتوديان ولا تلميذ يقرا عنده سيونس مش فاهمه يولي بو ما نجمش يقري سيونس وفيزيك ومات يولي يقول له انت تفهم شويه مات يقول له ايه يقول له بلا ضحي بالمات ويمشي يقرا سيونس في حاجه انت نقص فيها مش اوبليغاتوارمون لازمك تقراهم لي ماتير الكود سينو اللي انت قريت شو عندي نطيح. حسيلو اعز حاجه عملها وقتها فرحت على مش با انا عملتها بلتو اني في الباك وقت نعديو اورال ونعديو اكري في الباك نجيب انا اعز نوت بارابور لجميع الدبلومي وقارين عنده وقتها نتفكرها لتو كيفاش اللي يطلب في السماح وكل شيء من عند با اما ما عجبتنيش حسيتها كا خايبه على الاخر بالاخص نستحقوا 25% نستحقوا برشا حاجات. باش نحكي على السيستيم تاع القرايه انه احنا نقراو 6 سنين مكتب ما نتعلموا منه كان واحد مع واحد يساوي 2 اي بي تي الحروف الكل جوست نتعلموا كل حاجات الصغار على الاخر بعد كان نكملوا 6 سنين نتاعنا نمشيو كوليج نلقاو عالم اخر جديد شمله قرايه جديده شمله الحساب اللي في المكتب نقولوا له حساب بعد يولي مات حياه جديده شمله ما يقعد منها كان واحد مع واحد يساوي 2 اما جوست نقلبوهم نوليو نكتبوا من اليسار لليمين بعد كان نفس اللي نقراوه 3 سنين كوليج نعاودوه في عام بروميير اني نفسه اما جوست نعاودوه بالفرونسي على ما يقريوهولناش من الاول من الستيام بالفرونسي تلميذ ستيام ينجم يحكي فرونسي ينجم يفهموا بالفرونسي كيف فيزيك نقراوه 3 سنين كوليج ونعاودوه نفسه اما بالفرونسي الانجلي نفسه اللي ملي تعلمت نقرا انجلي نفسه نقرا في فاميلي سكول ترجنيه نفس الكلام نفسه اللي نعاودو كل عام الفرنسي سيتا كيف كل عام على كوز كونسيكونس ما نعرفش شنيا على برشا حكايات نعاودها كل لازم كل عام حاجه جديده اول حاجه البروغرام لازم يصعب شويه وينقص حد فما بيت برشا قاعده تتعدى وماهيش ما عنديش نيفو جمله معناها. ثاني حاجه الوقت يصير قصير والمتاع البوز سياتين ما يكفيوش حد فما شكون يسكنوا بعض وياخذوا الكار ولا تران دونك ما يكفيهمش ويترسي لهم جيو روتور وهذيك يخليهم يوقعوا في مشاكل معناها. بوان الغولاسيون بين التلامذه والبروفي لازم تتحسن خاطر تحس ساعات البروف كاين متسلط ماهوش فماش غولاسيون دامور بيناتهم. C'est tout.
ربي. اول حاجه لازم تتبدل هي البرامج الدراسيه لي بروغرام اللي يقراو فيهم الصغار وفي لي كوليج وفي الليسي وفي الكلهم. دونك وزيد الوقت لازم يتبدل نتاع نهار التلميذ قداش يقرا خاطر ما تجيش زيد 8 سوايع التلميذ ابار معناه ما عندوش حتى اسباس باش يعمل لي زكتيفيتي اللي يحب عليهم وبي ما ينجمش حتى يطور القدرات نتاعو ولا لي تالون نتاعو. هذيك الحاجه الثانيه لازم نحسنوا العلاقه ما بينات الاستاذ والتلميذ والتلميذ والاستاذ ومعاهم المنظومه التربويه اللي هي الاداره لي سورفيون الديريكتور وحتى المنظومه التربويه الكل. ثالث حاجه لازم يكون زيد فما وعي ولازم العباد فريمون تحب تحسن خاطر يمكن ما فماش اكل رغبه هذيك او كل اراده اللي واحد يحب يحسن ما عملنا شيء. ميرسي. نحكي على اكسبيريونس صارت لي سنه نقرا عند بروف نتاع مات. بروف هذه معروفه في ليسي كامل كاتاستروفيك. بروف الناس الكل اللي باش يقرا عندها يخاف من انه باش يتحطم في المات. انا حاولت النقل اول عام ما نجمتش، المدير ما حبش ينقل في الناس الكل، انا بالذات قال لي ليه ما نقلكش؟ قال شنو رجلها وزير سابق وما يحبش يحل الباب هذايا على خاطر شويه الناس الكل يحبوا ينقلوا. دونك سلمت امري لي قعدت نقرا عندها. بروفا هذه لي ديمونستراسيون تحفظهم وتجي تكتبهم لنا في التابلو. 6 في 8 عندها هي 24. تبدا تجرب لنا تبدا نسيتها مثلا ديمونستراسيون تقعد تعاود وتفسخ للي هكا وتفسخ. بالحق بروفا ما تجيش نتاع مات تجي كل شيء الا انها بروفا نتاع مات. فما واحد يقرا معايا هو تبكل علي في المات طيب حاشيلو ديما كيف في الكلاس يقعد عامل كي ويخزر للشباك ديما هكا للشباك ما يركزش معاه جمله خاطر كي يمشي يركز باش يولي كعبه في المات واللي يركز معايا يولي كيكه حاشيلو. وهي ديما تعمل في لي غومارك وياسر فاشون بارلي نتاعها ياسر فولغيغ على الاخر معناها عادي انها تسبك وتسبلك امك تسبلك بوك عادي جدا. دونك بروفا هذه بالحق لازم نلقاو لها حل في اللي سي ماهيش نورمال حتى تعرف ما تجيش بروف مات وما تجيش بروف الجمله في حتى ما تشيخ. If we don't kid ourselves, will they believe us if we tell?